فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان محرما وفقد رداءه والجو بارد، فهل له أن يلبس القميص أو الفنيلة ليتقي البرد؟ وهل عليه شيء؟ يطرح عليه القميص أو البطانية، يطرحها عليه طرحا ويلتف به التفافا، ولا يدخل يديه أو جسمه في الثوب، يطرحه طرحا عليه يلتحف به، حتى لو عنده كمبل أو عباءة يطرحها عليه لا بأس بذلك، فليستبري. نعم.